القرار انا في الصراحه في شكل ما، ولكن دابا القرار الدار ما عندنا ما نديرو. كنت كنتمنى ان على الاقل بعض المدن اللي ما عندهمش بزاف الحالات كانوا هما يحلوا ليهم. لحقاش صعيبه رمضان عاوتاني بلا شعائر بلا والو، ما سهلاش. القرار انا صراحه ما عجبنيش، لحقاش ما عجبنيش وصاي بحالي بحال كاع المغاربه صراحه. اول واحد ضرب هذا الشيء ديال المسارح هما حنا هما الفنانين، وصعيبه زعما صعيب ان الفنان يعيش بلا مسرح. وكنتمنى ان الجائحه تسالي وانا نرجعوا حنا للمسارح ونرجعوا لخدامينا. لحقاش اكثر من عام ونص حنا اول متضررين، يلا خرجت فيهم 30 مليون دونك الله يقاد الامور وصافي. كاين واحد البروغرام غادي نلوحوه في انترنيت سميتو اير بيلوت ان شاء الله، اللي غنلوحوه في القناه ديال جو تي في. وكاين اعمال ديال الكتابه في رمضان كيف دائما. والصراحه الله يكون في احسن العوان هاد الناس اللي كياخذوا القوت ديالهم زعما اليومي. يعني دابا غيولي داكشي تسد مع 8 الليل، يعني ما عرفتش كيفاش غادي يديروا التعويضات. كاين لا بلوبار ديال الناس اللي ما مديكلارينش يعني القوت اليومي ديالهم ما عرفناش. الله يحسن العوان، حنا بصفتنا فنانين اللي يقدر الواحد يدير هو يتعاون بالقليل ولا الكثير، الواحد اللي قد عليه والله يشوف من حالهم. ونتمناو هاد الجائحه ما تطولش بزاف. فبالنسبه لهاد الجائحه كما كتعرفوا المسارح والسينمات وكل شيء دابا مسدود، نتمناو هاد الشيء ما يدومش بزاف، حيت كاين الناس اللي كيعيشوا من هاد الشيء سيرتو في المسرح. ايوا ونتمناو يكون شي دعم ليهم واخا غير شويه، ونتمنى هادشي ما يطولش. فوالا هادشي اللي كاين في رمضان. كاين ان شاء الله الجديد غيكون في يوتيوب على قناه جو تي في ان شاء الله، وكاين اعمال اخرين ولكن في خليه الكتابه، وان شاء الله مورا رمضان كاين حوايج اخرين زوينين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم، وواقع التواصل الاجتماعي ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.